يرون الجحيم على الأرض، هكذا كان تعليق مراقبي منظمة اليونيسف عن أطفال الروهينجيا بعدما قضى الناشطون الأمميون أسبوعين في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش يرصدون معاناة هؤلاء الأطفال. منذر علي أحد أطفال الروهينجيا البالغ من العمر 11 عاما دون في رسوماته مأساة عائلته وكيف قتل جيش ميانمار أختيه أمام عينيه. الكثير من الحقائق الموجعة عن أطفال الروهينجيا كشفتها اليونيسف في مؤتمر صحفي، أبرزها أن 340 ألف قاصر روهينجي يعانون من أمراض عدة أبرزها سوء التغذية والصدمات النفسية، كما أن معظمهم مهدد بالإصابة بالكوليرا نتيجة لتكدسهم بمخيمات اللجوء في بنغلاديش. الوضع الصحي لمعظم الأطفال صعب للغاية، فهم قدموا إلى بنغلاديش جوعى ونحاف جدا ويعانون من سوء التغذية، وخمس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من سوء حاد في التغذية. ووفقا للمنظمة الأممية فإن 12 ألف طفل من الروهينجيا يهربون أسبوعيا إلى بنغلاديش، وتصل نسبة الأطفال القُصّر 58% من إجمالي 600 ألف مسلم روهينجي. من جانبهم اتهم محققون بالأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار بتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة بهدف إخراجهم من البلاد. ومن المنتظر أن تشهد جنيف الاثنين المقبلة مؤتمرا تعقده الأمم المتحدة لجمع ما يقرب من نصف مليار دولار لتوفير المساعدات للاجئين من الروهينجيا.